بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن درس بسيط جدا عن الدهون. الدهون عبارة عن مواد عضوية يدخل في تركيبها ذرات الكربون والهيدروجين والإكسوجين، ونسبة هذه الذرات تختلف عن تلك الموجودة في المواد الكربوهيدرائية. أيضا جزء الدهون يتكون من اتحاد ثلاثة جزيئيات من الأحماض الدهنية مع جزء واحد من الجليروسول، حيث يفقد الماء نتيجة لهذا الاتحاد. وأيضا للدهون صفات أساسية، أن الذرات غير مستقطبة، أي أنها لا تتآين، ولهذا فهي عديمة الذوبان في الماء، لكنها تذوب في المذيبات، وهي مثل المذيبات العضوية نفسها، كالمذيبات كمثال يعني الكحول، الخمر ممكن تذوب الدهون فيه، وأيضا المادة اسمها الأثير، وأيضا مادة اسمها الأراثودا أو الأراثودا، وأيضا مادة أخرى اسمها كلور البنزين ممكن تذوب في الدهون. إلى هنا انتهى الدرس، وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس البسيط، وراح نتعمق في أمور كثيرة إن شاء الله في الفترة القادمة في الدهون. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.